البلان اليوم يا سيدة مفاجأة بالنسبة ليا أنا. الناس اللي مغرومة بالفاست فود لهنا باش تشيخوا على الخ. باش نبدأ لكم واحدة واحدة. التشيزنان موجود بارتو، ما لهنا سبيسيال. طريقة تحضيره كلاسيكية، خبز وجبن وتحطه في الفور سبيسيال وتختار الصوص بتاعك. تختار يكون باني ولا جريي، ولهنا سبيسيال في الحكاية، موتزاريلا ذيبة تعمل 66. ندخل بيكم للثاني واحدة واحدة. اليوم داشي على البلاك في خبزة فيها موتزاريلا مع صوص شيدار. سيد هذا هزنا للمكسيك يا سيد. اللعبة ما وفيتش غادي. كل شيء تحطه في دي بوكس كما هذا. الاول اسمه كريسبي، فيه زوز نان ويجا نقيم الكروز وبولي باني وصوص شيدار، اعطاو كومبو مش خايب. الدجاج مع الموتزاريلا هذا نجاح به. ندخل بيكم للصحيح. النان لهنا من التصوير حكايه اخرى، الطعم يا سيده خرافي ومن احسن ما فما في تونس. الثاني اسمه امريكان بوكس، كيف كيف زوز من الناس، برجر وامريكان رول فيه. ما نحبش نطول عليكم الهدره، وكيف كيف نقيم يا سيده، ساعات الفيديو وحدها تنجم تقيم لك. شوفوا معايا هالمنظر، الامريكان رول عالمي عكس البرجر اللي كان ناقص شويه. وكارو مارك ممتازة، دو بوكس كيما هكا يوكلوا 5 مشاربة. وكتقييم كريسبي نان باش نعطيه 9/10، جارانتي من مودي فود. هذو ملاسوين وتلقاوه في العوينة بحذا يويو بالضبط.